ننسى أبدا رغبتهم أن نكبر نحن وإياهم أن نسهر قرب وسائدهم وبدفء يدينا نرعاهم أن نهرع يوما نخبرهم فيه. مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني الخيري الإنساني لن ننساهم، قصة أخرى مختلفة سوف نتناولها في حلقتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا أينما كنتم. بسمتكم أول أحلامي، كل مريض من آلامي يسعدني أن أدفع عنكم ألما أو ضير. ومن الآن كل إحسان سأحارب معكم بسخاء كي نزهر أملا وشفاء، وسأبحر في كل عطاء كي تصل إلى بر أمان. ومن الآن كل إحسان سأحارب معكم بسخاء كي تزهر أملا وشفاء، وسأبحر في كل. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام، طوال ليالي الشهر الكريم عشنا معكم آلام وأوجاع مرضى السرطان، لامسنا هموم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، قدمنا صورة الألم التي رأيناها، لكننا على يقين بأن ما خفي هو الأعظم. عشنا مع الطفولة المعذبة ليال عديدة في هذا الشهر الكريم، جميعهم من الألم يئنون، من الأوجاع يشتكون، لكن هناك من آلامهم تفوق حدود التصور وفنون التعبير، لنتابع بعضا منها. فجأة مس جسده الداء الخبيث فبات طريح الفراش، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. على الأيادي يحمل بعد أن عجزت قدمه عن حمله. خارت قواه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، هزل جسمه، برز عظمه، ودفع به الداء الخبيث في عوالم الآلام المخيفة. أنفاسه في أضلاعه محشورة، تغلفه الأوجاع من كل جانب، من رأسه حتى أخمص قدميه. نفسي يعني أنا أساس أنا عميتي يعني أسعى أن أدخل على الحياة الطبيعية، أسعى أدرس و بين العافية والمرض تتسابق عقارب الساعة، أيهما يصل إليه أولا؟ ترجو العافية أن تكون المبتدأ، ويأبى الداء إلا أن يكون المنتهى، وبينهما فصول مأساة تمضي دقائقها
بطيئة كئيبة لا يحتمل أوجاعها الكبار. فكيف بطفل لم يتعد الخامسة من العمر بعد؟ على سرير المرض تستلقي مثخنة بالآلام موشاة بالجراح. أبدع الداء الخبيث ما طاب له في أذيتها، لم يعد في جسمها موضع إلا وفيه وخزة إبرة أو بقعة سوداء من آثار الكيماوي أو بصمة من جبروت الداء الذي لا يرحم. يتجلط الدم في شريان، فتعلن الشرايين الأخرى دعمها بانسدادها هي الأخرى. استقر أنبوب الدواء أخيرا في رقبتها، لم يعد في جسمها وريد مفتوح سواه. يتدلى الأنبوب يثقل رأسها، يسحبه نحو الأرض كما يسحبها الداء نحو التراب أيضا. بلقيس عبد الله سليمان مريضة عندها سرطان. من النظرة الأولى إليه يشعر الناظر أن لا شيء يستدعي الوجع، لكن ما خفي كان أعظم، هي رحمة من رحمات الله على الطفل محمد أن ينام هذه اللحظة. لقد كان العلاج الكيماوي يسري في أوردته وما أقساه على الجسد الصغير. ينسيه النوم ضربات العلاج الموجعة، ينسيه ألمه الذي يحرق الأكباد. يئن محمد فيسري أنينه من الأرض نحو السماء، يشكو إلى الله ما يلقاه من سوء البلاء. آه 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 آه
رحمك يا الله بمحمد. حين تراه يعتريك الذهول، تصاب بالصدمة ويتحجر الدمع في محاجر العيون. محمد علي أحمد السلطان ودع الفرحة باكرا، أفل شبابه قبل الأوان. يئن من شدة الآلام، يتلاشى صوته، يعجز حتى عن البكاء. وحدها أمه من تدرف الدمع غزيرا، تبكي بحرقة الأم الحنون، تتألم لألمه، ويفزعها أن يسلبها الموت حبيبها، فلذة كبدها، فليس لها من الأبناء سوى. جسد أمجد الآن مثخن بالجراح، لم يعد فيه مكان إلا وضرب فيه المرض. في جسد أمجد استقر الداء واستوطن، توسع وانتشر. ورم في أعلى اليد اليمنى يكاد أن ينفجر، ورم في الدماغ يثقل الرأس يمنعه عن الحركة، وفي عموده الفقري هناك ورم، وجروح غائرة في الظهر تأبى أن تلتئم، يتوسع مداها يوما بعد آخر، وفقدان للحركة في كامل جسمه. وفي قلب أمجد من الآلام والأوجاع ما لا يعلمها إلا الله. ومن الآن كل إحسان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، كما شاهدنا هذه الحالات الإنسانية المؤسفة والحرجة، وكما شاهدتم هذه المآسي الإنسانية، وهؤلاء الأطفال ومن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الداء العضال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل هذه الابتلاءات وهذه المحن. لكن هذه أقدار الله سبحانه وتعالى تقدر على كل واحد منا، وكلنا معرضون والله يا أيها الأحبة في الله أن نصاب بهذا الداء وبغيره من الأدواء. فهي دعوة من صميم القلب إلى إخواني وأخواتي وإلى جميع الميسورين ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالصحة والعافية والمال، أن نغتنم ما بقي من هذه الأيام الكريمة الفاضلة، من هذه الأوقات المباركة التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور، ويضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الحسنات إلى أضعاف كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بقدر إخلاصنا وإنفاقنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الحالات والله يا أيها الأحبة في الله من يعني أحوج الحالات التي يمكن أن يتعاطف معها الإنسان وأن يبذل من أجلها الإنسان، وهي من أكثر يعني الاحتياجات إلحاحا، ومن أكثر يعني مجالات الإنفاق يعني أجرا وبركة عند الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المرضى هم فقراء ومساكين في بداية الأمر. الأمر الثاني، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض الذي يتكلف تكاليف كثيرة وباهظة لا تخفى على أحد، فالإنفاق في مثل هذه الشريحة من يعني أبرك ومن أكثر يعني مجالات الإنفاق بركة ونماء عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وأذكر بحديث جميل من أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله أقواما اختصهم الله سبحانه وتعالى بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم فيها ما بذلوها. يعني هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى
أقامهم في هذا الباب من أبواب الخير، ووفقهم واصطفاهم واختارهم واتخذهم. يعني قضية أن تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا اتخاذ واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لك. الله اختارك لأنك تبذل من مالك الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه. يقرهم فيها ما بذلوها، فإنهم منعوها نزعها الله سبحانه وتعالى منهم وحولها إلى غيرهم. فمن أراد أن يبقي عليه الله سبحانه وتعالى هذه النعم التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، من أراد أن يحمي نفسه وأهله ومن يحب من هذه الأدواء، فعليه أن ينفق من الآن في سبيل الله سبحانه وتعالى لصالح هذه الشريحة المحتاجة المضطرة، وأكثر إلحاحا واحتياجا من أي شريحة أخرى. والإنفاق لا يكون في شهر رمضان فقط، بل يستمر في طول العمر وفي كل أيامنا وفي كل حياتنا. يحاول كل واحد منا أن ينفق ولو في كل يوم ما تيسر له، أو في كل أسبوع أو في كل شهر، يبقى هذا الخير دائم ومتصل ومستمر. وكما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. فنبقى على هذا البذل وعلى هذا العطاء وعلى هذا يعني النماء مع الله سبحانه وتعالى في صحتنا وفي أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أهلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن الآن كل إحسان. كثيرة هي مشاريع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان التي تنتظر جودكم وتبرعاتكم من أجل أن يستمر العطاء، فكونوا معهم بما تستطيعون. فالمؤسسة تقدم ما تستطيع، ولكن بعطائكم أنتم ستقدموا الأفضل. ومن الآن كل إحسان. مؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان قامت بجميع الخدمات لمرضى السرطان، بما فيها توفير علاج، توفير الفحوصات، توفير الكشوفات، سواء كان في داخل المؤسسة أو خارجها. نحن السنة الماضية يعني تقريبا عملنا يعني خدمات وأدوية يعني مكشافات للمرضى بما يعادل 2 مليار ريال تقريبا. والآن احنا في صدد تجهيز المركز السرطان فوق للعمليات ولخدمة المرضى بإجراء عمليات عندنا، بدل ما بنعمل العمليات في مستشفيات أخرى، وهذا يوفر لنا إمكانية أن نستوعب أكثر عدد من المرضى. وكذلك الكشافات والفحوصات الآن صار المركز يستوعب، يعني وإن شاء الله إحنا بصدد إن إحنا نطور يعني حتى نستوعب كل المرضى وكل ما يحتاج المرضى من كشافات ومن فحوصات ومن أدوية ومن عمليات ومن إيواء يعني. ومن الآن مشاريع المؤسسة الاستراتيجية مركز الأمل الأورام الذي يمثل بارقة أمل للمرضى، حيث كان حلما يراود المؤسسة وأصبح الآن حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل فاعلي الخير من أبناء وطننا الحبيب. يخطو مركز الأمل لجراحة الأورام السرطانية خطوته الريادية الأولى في العطاء في انتظار اكتمال التخلق وتدفق الخدمات. مركز الأمل لجراحة الأورام السرطانية أول مركز خيري متخصص في جراحة الأورام السرطانية، بارقة الأمل للمرضى وعنوان التعافي من الداء. في أقسام المختبر والأشعة التشخيصية والصيدلية بدأ العمل، وأصبح المرضى يجدون العون المنشود والأمان المفقود في انتظار أن ترى الأقسام الأخرى طريقها إلى النور، فتدب فيها الحياة وتسري العافية في أبدان أنهكها الألم. ومن الآن كل إحسان.
تقدم الخدمات الصحية في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، خدمات الأشعة المقطعية، الفحوصات والرنين والعلاجات وما إلى ذلك. فبافتتاح مركز الأمل في المؤسسة الوطنية، في مقارنة بسيطة كذا من سنة 2021 إلى سنة 2022 بتوفر المختبر وتوفر الأشعة، كانت فحوصات في 2021 تقدم لعدد 500 شخص فقط، بينما تجاوزت في 2022 2746 مستفيد، كانت تكلفتها على المؤسسة 5,900,000 فقط، بينما تجاوزت قيمتها في 2022 43,500,000. كانت خدمة الأشعة المقطعية كمان تقدم لعدد 4,000 مستفيد فقط، بينما في 2022 قدمت لعدد 5,000 مستفيد. كانت هذه الخدمة تكلف المؤسسة 176,000,000، بينما في 2022 تجاوز 261,000,000. كما تقدم المؤسسة خدمة الإشعاع، هذه الخدمة ليست متوفرة في المؤسسة الوطنية، وإنما تقوم المؤسسة الوطنية بمساعدة المرضى لجهة خارجية، مستشفى خاص. لم يختلف عدد المستفيدين كثيرا في 2021 و22 لعدد 860 مستفيد، بينما في 2022 نفس الرقم بتكلفة 147,000,000 للسنتين. العلاجات بتوفر الصيدلية في المؤسسة الوطنية، والعلاج يقدم علاج مساعد وعلاج موجه، يقدم بتكاتف الجهات الخاصة والشركات الأدوية وما إلى ذلك. كانت تقدم الخدمة لعدد 2,350 مستفيد، بينما في 2022 قدمت لعدد 3,000 مستفيد، وكانت قيمة هذه الخدمة تتجاوز 187,000,000، بينما في 2022 تجاوزت هذه الخدمة 271,000,000. وكذلك بتوفر جهاز المقطعية تجاوز عدد المستفيدين 900 مستفيد شهريا، تكلفتها على المؤسسة تتجاوز 33,000,000. هذه التكاليف الباهظة التي تقدم للمرضى لا تقدم إلا بتعامل فاعلي الخير، ومن هنا ندعو فاعلي الخير لدعم مرضى السرطان للتخفيف من معاناتهم. ومن الآن كل إحسان. طبعا المؤسسة في فترة من الفترات تكون هناك شحة في جانب الإيرادات، تقوم بالاتفاق مع هذه الجهات المقدمة للخدمات بتقديم الخدمة بالآجل، هذا بيعود على المؤسسة بثقل كبير وعبء كبير في تراكم المديونية. هذه الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية اللي ذكرناها حملت المؤسسة مديونية تراكمت، ويعني الآن تكاد تصل إلى ما يزيد عن 80,000,000 ريال. نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الخير وفاعلي الخير مد يد العون، ونعطي بسخاء لسداد هذه المديونية، وبإذن الله يتضاعف الأجر في شهر الخير وشهر الإحسان، وتستمر الخدمات بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر مشاهدينا الكرام نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الرمضاني الخيري الإنساني لن ننساهم، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع قصة أخرى، لكم منا أزكى التحايا وأطيب الأمنيات.
ننسى أبدا رغبتهم أن نكبر نحن وإياهم أن نسهر قرب وسائدهم وبدفء يدينا نرعاهم أن نهرع يوما نخبرهم فيه